في بيجينغ استقبل مساعد وزير الخارجية الصيني وفدا كويتيا برئاسة السفير علي سليمان السعيد وبحضور سفير دولة الكويت لدى الصين سميح جوهر حياة، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين. خلال اللقاء بالوفد الكويتي وجدنا تقاربا كبيرا في وجهات النظر، ونشعر بارتياح إزاء العلاقات الثنائية. وبعد زيارة سمو أمير دولة الكويت للصين العام الماضي ارتقت العلاقات إلى مستوى أعلى، ونحن نتفق على ضرورة حسن تنفيذ ما اتفق عليه سمو الأمير وفخامة الرئيس الصيني لتعزيز العلاقات الثنائية في عصرها الجديد. توقيت عقد اللجنة المشتركة للتشاور ما بين وزارتي الخارجية على مستوى كبار المسؤولين في حكومتي البلدين له أكبر دليل على حرص قيادتي البلدين وتوجيهاتهم السامية في تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الذي تجاوز عددها 70 اتفاقية. المشاورات التي استضافها البيت الدبلوماسي في العاصمة الصينية ناقشت أفضل السبل للاستمرار في تطوير آليات التعاون بين وزارتي الخارجية بما يخدم المصالح الثنائية ويرفض الطيف الواسع من المشاريع المشتركة بالمزيد من عوامل الاستقرار والنجاح. في المباحثات مسعى كبير من الوزارتين لبحث كافة أوجه العلاقات التي تجمع بين البلدين. بعد الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى بكين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إحدى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها هي اتفاقية التعاون الثنائي بين البلدين بين وزارتي خارجية البلدين، والتي نجني ثمارها اليوم في عقد الجولة الأولى من هذه المباحثات. تطلع إلى توصيل الاستراتيجية التنموية في البلدين لتحقيق التنمية المشتركة للبلدين، وهو المشروع مدينة حرير وجزر خمسة، ويعتبر المشروع كويت المستقبل. فالصين على استعداد لمشاركة كويت في إنجاز هذا المشروع الطموح.